السلام عليكم، جيسبر تكونوا ملاح. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشوفوا انواع الاقمشه في تصميم الازياء، واللي هي 30 نوع. مجميع الاقمشه اللي نستعملوها ونلبسوها مصنوعه من الالياف، وهذه الالياف يا اما تكون طبيعيه او صناعيه. اليوم في هذا الفيديو راح نشوفوا الالياف ولا الاقمشه الطبيعيه، واذا حابين تشوفوا الاقمشه الصناعيه اكتبوا لي لتحت في لي كومونتير وان شاء الله نديروا ان اوتر فيديو. اول نوع من الاقمشه الطبيعيه هو قماش الصوف اللي يتميز بنعومته، نلقاو فيه بزاف لي كولور وما يتكمش. نوع الجلد متعدد الالوان والمعروف منه بزاف الاسود والبني، لو نوار اي لو مارون، معروف بجودته العاليه وهو فاخر جدا. ثالث نوع اللي هو القطن، قماش القطني اللي يتميز بنعومته بيان سور وخفه وزنه. رابع نوع اللي هو الكتان، يتميز بقوته كما انه مريح في اللبس الا انه قابل للتجاعد يتكمش بالخامس. الخامس اللي هو الساتان، وهو افضل نوع قماش عندي، يتميز بلمعته البراقة ونعومته، والحاجة المليحة كامل فيه انه ما يتكمش. نروحوا للحرير، بيان سور الحرير الطبيعي اللي تصنعوا دودة القز. سبحان الله، شوفوا هي كيفاش دايره وشوفوا واش تمدلنا. اسونسييل، الحرير يتميز بنعومته كما انه يعتبر من ارفع انواع القماش، وعلى هذا هو غالي الثمن. سابع نوع اللي هو الشيفون، يتميز بملمسه الناعم ويعتبر من ابسط انواع الاقمشه، فهو شفاف وتوجد به الوان عديده. أقوى الأقمشة الطبيعية عندنا القنب اللي يتميز بقوته ومتانته، يستخدم في العديد من المنتجات كالستائر الملابس وحتى الأثاث. إلى جانب قماش القنب عندنا قماش الجوت، نورمالمون ينطقو هكذا، يتميز كذلك بقوته فهو طويل الأمد، نلقاوه بزاف في الهند وبنغلاديش.